فؤاده يشكو قداح السرائي، وأعز ما يشجي الغيور مسير أشرع يا أرن برمك بنساي يا غيرة الجبار تصبر بعد أتك الطغاة حرائر النجباء وينصح دخول يضربون يعز علي بهذا المكان وليلة الجمعة والمرجى حضرتنا الزهراء والأنبياء وأمير المؤمنين وصاحب الزمان سيدي في أي زاوية من هذا المشهد المعظم نظر سادتي موالي انصح يا يتبوي يضربوني وانصحت يا أخويا يشتموني ومن الضراب وارمى نمتوني ومن البكاء عميا عيوني هاي كلها ميراث ميراث من ذاك اليوم الذي هو أصل يوم العذاب هناك الشكوى اللي تنادي بيها قومك يا بويا ما رحوني وخلاف عينك مرمروني خذوا نحلتك وبجوا عيوني بعد بويا أمر على عبد ضربني ومن ضربته يا للقاح ذبني من الناس ما واحد حشمني إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال الله سبحانه وتعالى في محكم آياته ونسخة شفائه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العلي العظيم. ليلة الجمعة أحبتي سيد الأيام وهي سيدة الليالي بعد ليلة القدر والنصف من شعبان، والمكان أشرف بقعة على الأرض هذه، والمغنم كما ورد عن الصادق من آل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد. من صلى عليه أي على رسول الله صلى الله عليه وآله مرة صلى الله عليه ألف مرة في ألف صف من الملائكة وصلى جميع ما خلق الله عليه لصلاة الله وملائكته عليه. نرفع إلى شرف النبي صلى الله عليه وآله بلسمة لجراحه وإلى نفسه وأخيه والخليفة بلا فصل من بعده أمير المؤمنين، وإلى قلبه وروحه التي بين جنبيه الصديقة الشهيدة فاطمة، وإلى ريحانتيه سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين، وإلى التسعة المعصومين من ذرية الحسين، ولا سيما ولي أمرنا ولي نعمتنا الشاهد علينا يا فرج الله الناظر إلينا حسين عصرنا الكهف الحصين وغياث المضطر المستكين، بقية الله في الأراضين. نوروا أفهامكم طيبوا أفواهكم بذكر محمد وآل محمد ثلاثا يرحمكم الله. اللهم صل على انطلاقا من الآية الكريمة والتي صدرنا بها الكلام فيما يتحمله المقام، طبعا ليلة زيارة وما فيه متمما للزيارة في قضية عرفان حقهم تحت عنوان زائر لكم عارف بحقكم، فلتكن هذه جزءا متمما لزيارتكم. انطلقنا من هذه الآية الكريمة أولا في وقفة مع بعض مداليلها، ثم بعد ذلك في نقاط خمس حول قضية تقديس بقاع تعبد الله سبحانه وتعالى عباده بقصدها وعمارتها والإلمام بها. أما بالنسبة لمداليل الآية، الآية الكريمة بدأت بحرف التوكيد كما ذكرنا بآية الأمس، إن هذا التوكيد من الباري عز وجل وهو أصدق القائلين، يكون تنبيها ودلالة على أهمية المطلب الذي يقدمه من جهة، وقد تكون هناك إشارة إلى أن مضمون هذه الآية سيتعرض فيما بعد للجحود أو الإنكار، فلذا لزم أن يؤكد عليه. إن أول بيت وضع للناس، هذا البيت الذي وضع هنا جاء بصيغة المبني للمجهول بحيث لم يصرح بالواضع، لكن في الآية التالية سيأتي ما يبين بأن الواضع هو الله سبحانه وتعالى. طبعا الملفت للنظر أنه قال للناس، مع أن الكلام عن بيت الله الحرام وفيه من المعاني ما فيه أحد تلك المعاني بأن هذا البيت بقرينة ما سيرد في ختام الآية التالية إنما وضع وتعبد الله سبحانه وتعالى الخلق بحجه
إنما كان لكم على قاعدة إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، على قاعدة أنه ماذا؟ لا تنفعه طاعة من أطاعه ولا تضره معصية من عصاه، فإنما كان هذا الوضع لكم. إن أول بيت وضع للناس للذي جاء بتوكيد آخر غير إن، جاء باللام، للذي ببكة مباركة. والآن الكلام عن أنه ليش مو بمكة، ليش ببكة؟ من البداية حينما ذكرنا عن تأكيد الذي تصدر الآية قلنا من ضمن حوافز التأكيد أنه يجي يوم يشكك بهذا المفهوم. أحبتي، أستغل هذا المقام حتى أشير إلى زوابع من التشكيكات التي عصفت بنا أصولها كانت من قبل، لكن هذا الزمن بعد ضرب الحالة والمرحلة القصوى في عالم التشكيك. ترى مذهب التشكيك مذهب ضارب بالقدم. قبل ميلاد السيد المسيح ما وصل إلينا من التاريخ أن الحركة التشكيكية عند الإغريق قد ابتدأت وانطلقت بإنكار بروتاغوراس، ثم بعد ذلك بمذهب التشكيك الذي شيده تيمون وبيرون واستمر. طبعا أعتقد بأن التشكيك ما كان مبدأ أو بدايته وانطلاقته من هؤلاء، بل كان من ذي قبل، لأن التشكيك من الأسلحة الناجعة التي انتهجتها مؤسسة الغواية التي أسسها إبليس في يومه الأول بتمرده الإبليسي. الشك قنطرة اليقين، الشك حق مشروع، لكن التشكيك أمر آخر. التشكيك حالة مرضية أو إمراضية تخرج عن المبادئ والبديهيات كما في الحركات التشكيكية، والمجال لا يتسع لمزيد من البسط، بحيث الآن وصلنا إلى حالة التشكيك صار بأمور هي من البديهيات العقلية ومن القطعيات التاريخية ومن اليقينيات الجغرافية. الآن تعلمون بأنه التشكيك طال قضية تاريخية مكة، وأن البيت بيت إبراهيم مو بالمكة التاريخية الموجودة الآن، بل حتى اللعب على مستوى تحريف الكلمة عن مواضعه في هذه الآية أن بكة غير مكة. وتسمعون وحكي طويل عريض يلقى إلى السوق الثقافية وشبكات التواصل ترفد، وإذا ازدحم الجواب خفي الصواب. ساعد الله قلب إمام زماننا وهو يرى فلذات أكباده من أيتام آل محمد عرض لهذه الزوابع. سددنا الله وإياكم وثبتنا الله وإياكم ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. إذن لمعدلة عن لفظ مكة ببكة، لو أراد الاقتصار على البقعة الجغرافية لكان التسمية بالاسم المعروف وهو علم لتلك البقعة من شبه الجزيرة العربية، لكنه ورد بأن هذا التعبير أراد أن يدل على معنى آخر يتعلق بهذا المكان، لا لمجرد الإشارة إلى تلك المدينة، ولذا قال بكة. وها هنا من المطروح ما ورد معنيان. المعنى الأول في إشارة إلى خصوصية لتلك البقعة، وهي أنها بقعة محمية مصانة تبك بها عنق من أرادها بسوء ولو بعد حين.
أي تدق عنقه، تكبس عنقه، في إشارة إلى وقوع العذاب على من يقصدها بالسوء. وهذه بها إشارات ونفعت، والتاريخ جاء بذلك قديما في قضية الفيل وأبرهة، مع أن هذا المفهوم التاريخي الذي هو من القطعيات التاريخية المتلقات أصبحت عرضة لتشكيك المشككين الآن. فلا فيل ولا أبرهة ولا هجوم ولا عام فيل، ما تركوا حجرا على حجر. على أي حال، أما الزبد فيذهب جفاء، هذا إحنا موعودين به. خلي يلقون ما يأفكون، ثم يأتي موسى عصرنا ليلقي عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. ببركة الصلاة على محمد وآل محمد أتموها. المعنى الآخر هو إشارة إلى إرادة الله سبحانه وتعالى في أن تكون هذه البقعة مزدحمة بأن يقصد وتعبد الناس فيها. ولذا يسأل الإمام الصادق سلام الله عليه: لما سميت مكة ببكة؟ ويأتي الجواب: لأن الرجال والنساء يبكون فيها، أي يكبسون ويزدحمون. هذا القضية. ولذا أكفت شيء ملحوظة ظاهرة: حرص الإسلام على عدم الاختلاط مهما أمكن، هذا في سائر شؤون الحياة، أما في هذه العبادة التي تخرج حقيقة عن المألوف، أراد الله سبحانه وتعالى أن يزدحم المطاف نساء ورجالا. وهنا بعد مو مجال بعد للغيرة، لأنه مو أغير من الله سبحانه وتعالى ولا أغير من رسول الله صلى الله عليه وآله. جزء من الاختبارات ما تعبد الله سبحانه وتعالى به خلقه عباده، بأنه فرض الصون وعدم الاختلاط، وحث عليه بما هو متصيد طبعا من سيرة المتشرعة، من سيرة أهل البيت سلام الله عليهم، ومن أحاديثهم، إلا في عملية الحج بعد هناك على صعيد واحد. ولذا هاي الحركات اللي تصير من إيجاد طوق لبعض الحملات، ترى ما أدري هو وجه المشروعية بي شنو، خصوصا إذا زاحم غيرهم أو عمل على إيذاء الطائفين من غيرهم، هاي لازم تلاحظ. على أي حال، الفتوى إنما لصاحب الفتوى يستفتى، لكن هو هذا لا أقل أقدر أقول بسيرة أهل البيت وبالأحاديث ما عدنا هاي الحالة، وإنما الطواف لهم ولنسائهم كانوا يطوفون دون هذه الكبكبة والدبدبة والدروع الواقية. إذن هذه. ثم بعد ذلك يذكر أمرين، يقول: للذي ببكة مباركا وهدى. البركة طبعا تكون معنوية تكون مادية كذلك، مع اجتماعها مع الهدى، وكأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يشير إلى أن المنافع المرجوة لمن قصد هذه البقعة من الأرض هي مادية ومعنوية، أما البركة ففي الأموال والأعمار. وذكر بأن من حضر تلك المشاعر حتى ولو كان كافرا، أدنى ما يرجع به هو ماذا؟ هي قضية الرزق والحفظ في النفس والأهل والولد. هذا بعد. فالجهة بيها بركة، إنماء للأعمار، للرزق، للأموال، هذا مفاد أحاديث أشارت إليه الآية. والجهة الأخرى اشتمال تلك البقعة على الهدى، وهذا يمثل الجهة المعنوية والأخروية. طبعا من الإشارات أنه وكأن
هذا اشتمال على هذا الأمر أيضا يعود إلى قضايا خصوصيات، منها أنه هناك علامات واضحات تشكل إشعاعا معنويا وروحيا، وعلى رأسها مقام إبراهيم الذي هو ذلك الحجر، وردت الروايات المنزل من السماء مع الحجر الأسعد ذي اللون الأسود، وكان على الأرض اتخذه إبراهيم مرقاة، يعني مخليه بصف المكان الذي يرفع به جدران الكعبة المشرفة. ومن خصوصياته الماورائية أنه كان كلما ارتفع ارتفع معه ورفعه، نفس الحجر له هذه الخصوصية كما ورد. على أي حال، هذه آيات بينات يتحصل أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يخبرنا أن هذا البيت الذي وضع وهو أول بيت، وقد ورد أنه له خصوصيات تكوينية وله أحكام وآثار تكوينية وله أحكام وآثار تشريعية. هاي مجموعة بقعة من الأرض، هسه دحو الأرض دحيت من تحته، أنه مثلا هذا قبل أن يكون البشر، بعد ما نزل آدم اقترن اسمه بآدم مع حواء، فيه أجزاء من الجنة ليست من هذه الأرض، بعد ذلك خصوصيات مذكورة في محلها، ناتجها وحاصلها بقعة جغرافية، أرض، تراب، مكان، إذا نظر إليه الناظر لا يختلف عن غيره من سائر الأمكنة. ولذا ينقدح السؤال، ليش شنو يعني مكان؟ شي يميز مكان عن مكان؟ شنو أكو خصوصية؟ أم أن القضية مجرد تعبد، ماكو خصوصيات زائدة؟ هنا يجي الكلام، أنه أولاً خلي نشوف بعالم المحسوسات كل الأماكن على حد سواء، أو مكان يختلف عن مكان، وزمان يختلف عن زمان. يكفي أن ننظر نظرة بسيطة، التربة، التراب بحسب الظاهر حالة واحد، خصوصياته كون سبخ، النبات اللي ينبت عليه مناسب لنبات دون نبات آخر، إلى ما هنالك من أمور يختلف. إذن حتى الماديات تختلف. على سبيل المثال، هناك صخور والصخر صخر لمن ينظر إليه بسذاجة، لكن هذه المعادن هل هي كغيرها من الصخور؟ لها آثار، لها إشعاعات، لها ذبذبات، فيها طاقات تختلف من معدن إلى معدن، هاي هم بالمحسوسات. الآن لو إجا واحد قبل اكتشاف اليورانيوم وقبل اكتشاف خصوصيات اليورانيوم وإجا للناس وقالهم ترى اليورانيوم يختلف عن سائر المعادن، مختزنة فيها طاقة هائلة وفيه إشعاعات يحتاج إلى تخصيب، وشوفوا شلون طاقة هائلة تصير، السذج ينظرون ايش ده يحكي، هذا معدن كغيره من المعادن، شنو الخصوصية الموجودة؟ لها خصوصيات، بعض الخصوصيات ملموسة وبعض الخصوصيات مو محسوسة وملموسة، تحتاج إلى دراسات، إلى تحليلات كيميائية. من هذا المنطلق أقدر أقول بأنه حينئذ حينما نتكلم عن خصوصيات مكانية وزمانية غيبية، الإنسان المحترم عقله، الإنسان المنصف، أقصى ما يقول أنني ما ثبت عندي أنه أكو خصوصية. أما الإنسان اللي يجي ثم ينكر ويرد الخصوصيات ويقول هاي الأرض مثل سائر البقاع، أقصى ما هنالك بها رمزية،
أما غير الرمزية ما بها أمور زائدة عليها، هذا ما يصير، مو منصف. ليش؟ لأنه إذا بالخواص المادية قلنا كثير من الخواص ما مكتشفة، وكثير من الخواص أصلاً ما تنشاف، تحتاج إلى عمليات تكرير وفحص وأدوات وآليات، فما بالك بالخصائص الغيبية للبقاع والظروف المكانية وكذلك للظروف الزمانية. ولذا نظرة هيك اعتباطية إذا نسوي خو يوم الجمعة شو يفرق عن سائر الأيام؟ شهر رمضان بماذا يختلف عن سائر الشهور؟ وهذا لا يعلمه إلا المحيط بعلم كل شيء ومن بيده ملكوت كل شيء. ولذا نشوف أنه من جهة عقلية العقل لا ينفي وجود خصوصيات ما ورائية، غاية ما هنالك يقول لك أنه الحواس ما تقدر تلمسها، أما إلى خصوصيات يدركها تماما، يدركها أنه ممكن محتمل ولذا لا ترد. من جهة أخرى يرجع في مثل هذا إلى ماذا؟ إلى علام الغيوب. فمن كان مصدقا بالله واليوم الآخر وبعالم الغيب وبالمصادر الموثوقة لذلك، فحينئذ ليس من شأنه إلا أن يقول سمعنا وأطعنا، هذا بشكل واضح. ولذا بالمنظومات الدينية الأزمنة المقدسة والأمكنة المقدسة أمر متفق عليه سواء بالديانات الوحيانية أو غير الوحيانية، الإبراهيمية أو غير الإبراهيمية، فالكل مسلمون بأنه عندنا فرد خصوصيات لبعض الأماكن والبقاع، وهذه الخصوصيات منها ما كانت لقضية ماذا؟ لقضية الكعبة المشرفة. لذا نرى هذه الآثار فيها في البقعة التي تشرفنا وإياكم في هذه الليلة دون سائر الناس. كم من القلوب تتحرك شوقا الآن إلى كربلاء، ما هو الأفئدة؟ والله سبحانه وتعالى يسر وقدر ووفق، أية نعمة كبرى هذه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا هذه النعمة لنا ولذارينا بحق محمد وآل محمد. خصوصيات مذكورة جاءت على لسان ألسنة الله في أرضه وحججه على عباده، عشرات النصوص في مصادرنا الموثوقة تهتف هتافا واحدا، وهي أن كربلاء لا تشابهها ولا تطابقها ولا تصل إلى شأو عليائها بقعة على الأرض. ومن حديث كربلاء والكعبة لكربلاء بان علو الرتبة. هنا ما حد يقدر يحاكمنا ويقول ثبت للكعبة ولم يثبت، كما ثبت لبيت الله فهذا بيت من بيوت الله، ولدينا من الأدلة ما يكفينا لأن نؤمن بأنه فاق قدر بيت الله الحرام، وكل هذه البيوت منسوبة لله سبحانه وتعالى. هذه البقعة أولا في أصل تكوينها هناك أكو خصائص، وقد جاءت النصوص دالة على أن هذه التربة كما في الكعبة أيضا قد أهبطت من ملكوت الله من جنان الخلد، وكانت مستودعة في الأرض إلى يوم يشاء الله
سبحانه وتعالى أن يرفعها إلى ملكوته لتعود كما كانت مرة أخرى. ورد من خصائصها التكوينية التي تختلف عن غيرها خصوصية تكوينية، وهي أنه من تناول منها استشفاء مع شروطها فإنها تربة الشفاء. من خصوصيات هذه البقعة أيضا في عالم المادة، ورد أنه من قدم إليها فإن من آثارها طول العمر والسعة في الرزق. هذا مادة، ولها آثار نفسية في العلاج النفسي أيضا، وقد وعدنا بأنه من قصدها ما قصدها مكروب إلا ونفس الله كربه، ولا مهموم إلا وفرج الله همه. هكذا، هاي من خصوصيات هذه البقعة المباركة النفسية. وأما خصائصها الروحية فهي أكثر من أن يحاط بها. اتصوروا أن الصلاة التي هي معراج المؤمن، قربان كل تقي، قبولها بمعنى أن يرتفع صاحب الصلاة وأن يتقرب في معراجيته مضوط بحضور القلب. نعم، تصلي بدون حضور قلب، بالي منا ومنا، صلاتي أجزأتني، مو واجب علي قضاء، ماكو قضاء، لكن القبول بذاك المعنى تأثير الصلاة، التأثير المعنوي الذي ينهى عن الفحشاء والمنكر والذي يقرب العبد إلى مولاه، والصلاة من الصلة والوصول إنما تكون بحضور القلب. حتى تخترق الحجب لا بد من أن يخترق القلب تلك الحجب التي كانت بفعل سيئات أعمالنا وبفعل ما فرضناه من ظلمات غفلاتنا. وكم يحتاج الإنسان ليصل إلى حضور القلب لتلك المرتبة وينفي الخواطر التي تخطر بباله. لكن ورد بأن البديل عن ذلك أن تضع أمامك هذه التربة لتسجد على تربة الحسين، فهو ذلك الطريق الخاطف والخط الساخن الذي يخرق الحجب ليرتفع بالصلاة إلى ملكوت الله. شنو الخصوصية؟ ليش علمها عند بارئها ومن أخذ عن بارئها؟ من خصوصياتها الروحانية هذه البقعة أنها حينما ننظر إليها، هذا المقدار آني حتى الوقت أدركني أيها الأحبة، أختصر الكلام والكلام يطول، أنه تصوروا هذا المعنى. بعد أن استشهد سيد الشهداء، ألم تعرج روحه وترتقي نفسه إلى ملكوت الله؟ محل سيد الشهداء في تلك المرتبة في ذلك المقام، ألم تكتحل مقل أرواح الأنبياء بوصول سيد الشهداء ووفوده عليهم؟ ألم يلحق سيد الشهداء بجده وأبيه وأمه وأخيه في ملكوت الله؟ لن تشذ عن رسول الله لحمته، هو قال وأنه مجموعة معه في حظيرة القدس في ملكوت الله. لكن بالله عليك تأمل في النصوص المتكثرة التي تدل
على أن أملاك السماوات ومنهم المقربون، وعلى أن أرواح المرسلين وأرواح النبيين وأرواح الصديقين وأرواح الكروبيين وأرواح المقربين وأرواح الأئمة الطاهرين، وأن الوجود الأقدس لخاتم النبيين وللبضعة الصديقة الزهراء سيدة نساء العالمين ولنفس رسول الله أمير المؤمنين يستأذنون الله سبحانه وتعالى بأجمعهم ليغادروا ملكوت الله ويهبطوا إلى بقعة تضمنت جثمان الحسين سيد الشهداء. الجنة ورد في الأحاديث خلقت من نور سيد الشهداء اشتقها الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك والحور كذلك، ومع ذلك ورد في الأحاديث الشريفة في المصادر المعتبرة أن الحور العين تنتظر وفود الملائكة الهابطين إلى كربلاء ثم الصاعدين إلى جنة الخلد لتستهديهم شيئا من تربة الحسين الوجيه. ولذا خلفاء الله في أرضه كانوا يقطعون الفيافي والقفار، الإمام زين العابدين، الباقر، الصادق، الكاظم، الرضا، أئمة الهدى، والآن سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان وخصوصا في ليلة الجمعة يفد على هذه البقعة المباركة. الإمام الهادي حينما يضر به المرض، وهذا درس تهجئة أبجدية لنا، ينتدب من يدعو الله سبحانه وتعالى له تحت قبة الحسين. شوفوا أحبتي، إذن يا سيد الشهداء أي سر مستسر في بقعتك بحيث كانت محجة ومقصدا لأملاك السماء ولحجج الله على خلقه، شنو هذا السر لهنا مستسر بحيث هذه التربة المباركة محوى أفئدة وأرواح سائر الخلق؟ شنو هذه القضية بحيث إنه ورد على باب الحائر الشريف شياطين الجن تنتظر عساها تحظى بلمسة من تربة الحسين لأنه لا يؤذن لها بالدخول إلى هذه البقعة؟ شنو يا سيد الشهداء؟ أي سر هذا؟ لا يعلمه إلا الله، هذا السر. ثم المجيء إلى هاهنا يكفي وله أمر آخر وهو استحضار مواقفك، والكون بطائر الفكر وما يصل إليه العقل ليلامس شيئا من عظمة رسالتك، وهو نبض في الشريان وخفقة في الجنان حتى يصل القلب ليتفاعل مع عظمتك. هذا الذي يأخذ بالألباب حتى ولو لم تكن لهذه البقعة أي خصوصية، يكفي أنها بقعة احتضنت دماءك الزاكيات وجثمانك المقدس، بقعة شهدت أنفاسك، تبركت بملامسة أقدامك. هذا يكفي لأن نأتي إلى مثل هذه البقعة، إلى أن نصلها هنا. عسانا 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 وقد غدر بنا الزمن عن أن نكون معك أن نحصل عزمات النيات في ذلك. هذا سيد الشهداء. احنا تشوف ما أدري الحبيب لا أقل حتى تخفف شيئا من شوقك إليه
وإلا العيون والقلوب تتوق إلى ذلك الحبيب. هذا اللي حصل، بحيث تجد بأنه بعد ما غادرها الحبيب الزهراء فاطمة، اللي هي وجود رسول الله، لشمائلها شمائل رسول الله، أنفاسها أنفاس رسول الله، صوتها صوت رسول الله، مع ذلك ماذا تصنع؟ تأتي تتسلل عبر جناح الليل إلى تربة رسول الله، تأخذ قبضة منها تضعها على عينيها. هو هذا هم تركوها للزهراء، ما خلوها تبقى، ولذا بكاءها حولته من تربة رسول الله إلى بيت الأحزان. هناك تنادي تناجي: ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا، قل للمغيب تحت أطباق الثرى إن كنت تسمع صرختي وبكائي بصبت علي يا مصائب لو أنها صبت على الأيام صارن لياليا. قد كنت ذات حمن بظل محمد لا أختشي غير الزمان، وكان حمل لي واليوم أخضع للذليل وأتقي ضيمي وأدفع ظالمي بردائي. الوقفة ما خلوا الزهراء تبقى مقيمة عند تربة أبيها، كانت تخرج إلى بيت الأحزان إلى أن خارت قواها، أصبحت ناحلة الجسم منهدة الركن معصبة الرأس مصفرة اللون، إلى أن فارقت روحها الحياة. هايها مورثتها إلى زينب، عد هذه البقعة بعد فترة من الفراق طالت على زينب، وإذا بها تعود مع ركب السبايا تتلمس القبور. عم يا أبا الحسن يا زين العابدين دليني وين قبر أخويا. يقال وصلت حينما أشار إليها أهوت من على ناقتها على ثرى أخيها تغسله بدموع عينيها تناجيه، ولكن أنى للقلب بغليله أن يبرد. خويا حسين لا ينفتح قبره أنا شم اللحد وتمدد بكترك، خويا ردت عمري دون عمرك، ردت عمري دون عمرك. هنا ما حد منعها من البقاء، لكن حجة الله زين العابدين يقال خاف على أخواته وعماته بعد من البقاء. أذن بالانصراف، هنا تودع، وشلون وداع؟ كيف تودع تربة أخيها وهي وين تروح بعد؟ بيوت بالمدينة موحشات خاليات من الحسين من العباس من إخوتها من أبنائها، الله من أبناء أخيها
هاي عندها مشكلة، بعد عندها مصيبة أخرى زينب يصعب عليها. تقول إذا أرجع للمدينة هناك سؤال سيوجه إلي، وكل ما يسألني واحد يقتلني بسؤال هذا، يشعب قلبي، يصدع الفؤاد. شنو هي؟ تقول خويا شلون طبت المدينة، المدينة شقولاً للي يقول حسين، وانا يا وانتك هاي الليلة شقولاً للي يقول حسين، وانا شقولا للي ناشدني من الناس، أخوك حسين وين وين عباس، آه يا أبو أخوك حسين وين وين عباس، أقول حسين ظل جثة بلا، وعباس النفل قطع ويمين مدينة جدنا لا تقبلينا، فبالآهات والأحزان جينا. خرجنا منك بالأهلين جمعا، رجعنا لا رجال ولا بنينا، يا الله ليلة الجمعة من يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر 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 إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم إنا نسألك وندعوك ونقسم عليك بفاطمة وأبيها وبعلها وذنيها والسر المستودع فيها، أن تصلي على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، وامن علينا برضاه سيدي يا صاحب الزمن. اللهم بلغه منا تحية وسلاما، وزدنا بذلك يا رب إكراما، واجعل مستقره لنا مستقرا ومقاما، واجعلنا من خاصة أوليائه وأنصاره وأشياعه والذابين عنه والمستشهدين بين يديه. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد، وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. اللهم إنا قصدناك في هذه البقعة المباركة، نقسم عليك بحرمة صاحبها ومن شرفتها به يا رب العالمين. حوائج كثيرة، ولسائلين الدعاء أيضا، ادهم مرضى، فقراء، مدينين، عزاب، ما عندهم ذرية، الجميع بأجمعهم. اللهم إنا نجمل القول وأنت العالم بالحال. اللهم اكفنا واكفهم ما أهمنا من أمر آخرتنا ودنيانا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا
آنس وحشة قبورنا، هون علينا سكرات الموت، آمنا يوم الفزع الأكبر، ثبت أقدامنا على الصراط يوم تزل فيه الأقدام يا رب العالمين. المرجعية الرشيدة أيدها سددها، من أرادها بسوء فأرده، ومن كادها فكده، واجعل أيامها متصلة بأيام ظهور وليك وبقيتك يا رب العالمين. المجاهدون الأبطال، المدافعون على العرض عن العرض والأرض والمقدسات، ثبت أقدامهم واجزهم عنا خير جزاء المحسنين، وافتح لهم فتحا مبينا يا رب العالمين. خدام المنبر الحسيني الشامخ، لا سيما من حضر مجلسنا هذا، القيمون على هذه العتبة المقدسة وسائر العتبات المقدسات، المرابطون على ثغور المعرفة والعقيدة، اللهم احفظهم في أنفسهم وأهليهم، وادفع عنهم كل سوء ومكروه، واجعل عملنا وعملهم خالصا لوجهك الكريم يا رب العالمين. إلى الشهداء الأبرار، إلى الراحلين من علماء وخدام المنبر، والراحلين من أمواتكم وأموات المؤمنين، ولا سيما المنظورين ومن حل في هذه البقعة المباركة، اللهم بلغهم ثواب هذا القليل مع ثواب المباركة الفاتحة، مزدانة بالصلاة على محمد وآل محمد.